الشخصية القديمة هي شجرة الجليد فيكس كومورس، وهي شجرة يمكن الأجيال الجديدة بتاعتنا أولادنا ما يعرفوهاش ويمكن ما كانوهاش. هي شجرة قريبة أوي لشجرة التين، والثمر حتى قريب من ثمار شجرة التين زي ما احنا شايفين، بتبقى ثمار خضرا صغيرة أصغر من ثمرة التين شوية، لكن هي إيه قريبة أوي ليها، بس اللي هي عملية التشطيب. نقدر نعمل قطع في الثمرة علشان تكتمل النضج بتاعها. وشجرة الجنيه شجرة مصرية قديمة، ويمكن في معلومة ما حدش يعرفها كتير، إن إدريس لما اتقتل كان التابوت بتاعه معمول من شجرة الجنيه، وفي أميرات كتير قوي شجرة كانت مميزة لهم. وهي شجرة طبعا يعني زي ما اتقال قبل كده اللي هي شجرة مستخدمة القدرة معمرة، ويمكن كان فيها مقولة مشهورة في الريف أو هي للأسف خاطئة، إن اللي بيزرع شجرة الجميز ما بياكلش منها، لأنها بتطرح بعد مدى طويل من الزمن. لكن حاليا ممكن شجرة الجميز لو اتخذت تحت من عقلة معمولة قشر قدري تبدأ الإثمار بتاعها بعد 5 سنين، وهي شجرة وارفة الظلال زي ما احنا شايفين، وكانت شجرة من الأشجار المميزة للريف المصري القديم، لكن للأسف انقرضت حاليا بصوره كبيره، لدرجه ان هي بعض الاماكن اللي فيها اشجار زي ما احنا شايفين كده. احنا في كليه زراعه في جامعه القاهره، دي شجره الجذع بتاعها يوضح لنا العمر بتاعها قد ايه، دي شجره بتعدى 50 سنه والجذع بتاعها سليم وقوي، وهي اخشاب شجره الجنيز من اقوى الاخشاب اللي موجوده في مصر، وكانت بتستغل صناعات كثيره قوي من الصناعات الخشبيه المصريه، لكن للاسف مع قله اعدادها قل الاهتمام بيها، وبدا النظر لاشجار ثانيه وان احنا نستورد اخشاب من بره، بحيث ان هي ممكن تستغل اخشابها في القوارب والمراكب، لانها لما بتتغمر في الميه بتزيد صلابتها بعكس اخشاب ثانيه من الاخشاب الموجوده حاليا. شكرا لحضرتك.